أهلا طلاب أول مناول بتثبيت، مبسوطة أشوفكم في اللقاء الثالث من الدروس التحضيرية. رح نبدأ مع بعض بصلاة السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأة الآن وفي ساعة موتنا، آمين. يا سلطانة الوردية المقدسة، صلي لأجلنا. أيتها القديسة ماري ألفونسين، صلي لأجلنا. القديسة ماري ألفونسين هي الراهبة اللي أسست رهبانيتنا، رهبانية الوردية المقدسة، بإرشادات وظهورات من أمنا العذراء نفسها. اللقاء الماضي طلبت منكم تكونوا محضرين ورقة وقلم وألوان، وللأشخاص اللي لسه مو جاهزين رح نعد العد التنازلي من 10 للـ1، إن شاء الله تكونوا جهزتوا. تمام، رح نعمل مع بعض هلا زي اختبار بسيط وفحص للذات. زي ما انتو شايفين بالصورة قدامكم، هي بخط ايدي رسمة بسيطة بتوضح القلب، فاللي معه دفتر وقلم اللي بحب او اللي بيقدر يرسم القلب بيقدر يرسمه، واللي ما بيقدر بس يرسم الشغلات اللي انا عم بحكي عنها ويبلش يلونها. زي ما انتو شايفين نبدأ برسمة الدائرة. الدائرة شو مكتوب تحتيها؟ مكتوب آية من الكتاب المقدس موجودة داخل القلب المرسوم. السؤال التالي بيحكي: هل أنا بقرأ آية من الكتاب المقدس؟ إذا أنا بقرأ كل أسبوع، ممكن كل كم يوم، ممكن كل يوم، ممكن للأسف مرات ما بنقرأ. فبدي منكم بهاي الدائرة بالوقت اللي أنت بتعطيه لقراءة الكتاب المقدس آية معينة، ظلل الدائرة. ممكن سيستر أنا بقرأ كل يوم فبضلل الدائرة كاملة، إذا أنا بقرأ كل أسبوع بضلل تقريبا نصها. ضلل بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة، قديش بتعطي لقلبك لهاي المساحة من قراءة الكتاب المقدس. إذا أنت بتشوف من المناسب تضللها كاملة ضللها، إذا أنت شايف إنه لا أنا نصها ربعها تقريبا. كل شخص بدي يضلل الدائرة هلأ بإيده باللون اللي بده إياه، بالطريقة اللي بده إياها، ويبين قديش هو عم بيقرأ آية من الكتاب المقدس من خلال التضليل. ننتقل، في عنا بجنب الدائرة في المثلث، والمثلث أنا كتبت تحتي بيت من المسبحة. هل يا ترى بعطي وقت لصلاة بيت من المسبحة؟ أنا بعرف في أطفال بيصلوا المسبحة كاملة مع أهاليهم أو لوحدهم، فكل واحد يضلل هلأ باللون اللي بده إياه بالمثلث، قديش هو بيعطي مجال لنفسه إنه يصلي بيت من المسبحة؟ هل يا ترى بيصليها يومياً، أسبوعياً، لما يحضر قبل مواعيد القداس الإلهي بتابع صفحات روحية معينة بتصلي المسبحة؟ كل حدا يضلل اللي هو شايفه بصدق عن نفسه. بما أننا جبنا سيرة الصدق، في عندكم زي ما أنتم شايفين رسمتها بطريقة وردة الصدق. الصدق كتير مهم، صدق مع ذاتك قبل ما تكون صادق مع الآخرين، ابدأ بالصدق مع نفسك. هل يا ترى أنا صادق مع نفسي مع الآخرين؟ هل بحكي الصدق دائما لأهلي؟ إذا ضلل من ناحية الصدق، قد أنت بتشوف نفسك صادق، ضلل مساحة الصدق تمام باللون اللي بدك إياه. في عنا المستطيل المسامحة، قديش انت بتسامح؟ اذا بتسامح دائما كتير رائع، ضللها كاملة باللون اللي بدك اياه، واذا اقل برضو حط المساحة ضللها زي ما انت بتشوفها مناسبة. النظافة والترتيب، هل اهتم بترتيب اغراضي؟ نظافة البيت مع اهلي، بساعد اهلي في النظافة والترتيب غرفتي تمام. ضلل المنطقة بالطريقة اللي انت شايف بصدق عن نفسك، كيف انت عايش النظافة والترتيب في حياتك. حضور القداس الإلهي، كلنا بنعرف انه في قداديس بتكون على الانترنت في موقع ابونا والنورسات، فقديش انت بتتابع القداس الإلهي؟ ظلل الصليب. في عندك بهاي المساحة حطيت الصلوات اليومية، هل يا ترى بعمل صلوات يومية؟ تمام؟ شو ما كانت صلاة، حتى لو صغيرة، حتى لو بسيطة، أو صلاة معينة درستها في المدرسة أو علمك إياها أهلك، ظلل المساحة اللي بتشوفها أنت مناسبة. طبعا صلاة يومية إنك أنت بتصليها كل يوم، أنا بعرف كتير أطفال بيصلوا كل يوم صلوات خاصة فيهم. آخر شغلة رسمت لكم عيش اللحظة والتنظيم، كتير مهم تعطي فرح لكل لحظة أنت بتعيشها.
مش أمضي كل نهار فقط على الإنترنت وبعدين أتذكر إنه عندي درس، أو إذا كانوا أهلي بحاجة لمساعدة معينة أكون أنا مشغول بأمور بتخصني لحالي أنانية. فهون بدي أنتبه، عيش اللحظة، وإني دائما أعرف إنه أنا موجود وسط أسرتي، الله موجود في كل لحظة، فأنا في كل لحظة بعيش فيها المحبة بأسرتي، بنظم أموري، بلتزم بواجباتي. هاي اللحظة هي كتير مهمة، لأنه أنت رح تكون فيها مبسوط وعايش بفرح. دائما لما تكون مركز على الإشي اللي أنت بتعمله بتكون فرحان مبسوط لأنك هلأ مركز فيه، فما تعمل شغلة وذهنك بأمور تانية. دائما ركز على العمل، أنا هلأ بدرس بركز على الدراسة، هلأ أنا يمكن بلعب لعبة ذكاء بركز عليها مش غلط، أنا هلأ عم بلعب رياضة بركز وبفرح بلعب الرياضة، هلأ عم باكل بصلي بإيدي على وجهي وبشكر الله على نعمة الأكل. تمام، في كل أمورك دائما ركز في اللحظة، وأهم شيء تذكر التنظيم. إذا الإشي اللي عم نحكيه هذا كله، طبعا في كتير أشياء ممكن ما ذكرتها أنت تختبرها، ممكن أنت تزيدها لقلبك، بس نخلص لحتى يطلع معك هذا الشكل زي ما أنتم شايفين كيف طلع معي. تمام، بطلع معك بهاي الطريقة، لكن التظليل بيكون مختلف من شخص لشخص. اللي بدي أحكي لكم إياه إنه هذا القلب هو قلبك، تمام، أنت ملأته بصدق. فبدي منكم هلأ تغمض عينك وتمسك الورقة اللي حضرتها وتحطها على جهة قلبك وتشكر ربنا على كل إشي صالح أنت عشته، كل إشي صالح أنت تعلمته واختبرته وطبقته في حياتك. وبدي منك تعتبر إنه هذا القلب هو زي مكتبتك الروحية اللي خاصة فيك، اللي أنت مسؤول كيف تنميها، ورح ترافقك كل حياتك، رح تساعدك إنه في حالة أنت مثلا خالفت أو أخطأت بشغلة معينة تجاه الصدق، تجاه المسامحة، تجاه الخدمة وغيرها، تتذكر إنه قلبك فيه مساحة للصدق، فيه مساحة للمسامحة والمحبة، ودائما بتتخلص من الخطيئة بهاي الطريقة، إنك تعبي مكانها الفضيلة. مثلا أنا أخطأت في الكذب، بعبي مكانها في قلب الصدق، بروح بحكي الصدق مع الأشخاص اللي كذبت تجاههم، وبحضر نفسي فيها للاعتراف. هلا رح أخبركم كيف. إذا أهمية فحص الضمير بساعدني أربي في نفسي عقلية إنجيلية، بساعدني أفهم ذاتي أكثر وأتعلم أكون صادق أكثر مع نفسي ومع الله ومع الآخرين، بساعدني أحسن من علاقاتي مع إخوتي البشر لما أنا أفهم ذاتي وأعرف أخطائي وأعرف الأشياء الحلوة اللي فيي، بحسن دائما علاقاتي مع إخوتي البشر. إذا هاي النقاط كتير مهمة، بدي أطلب منكم نبلش نفحص ضميرنا، بلش نفحص ضميرنا كل يوم ونسأل ذاتنا هاي الأسئلة. وبالإضافة لكل شيء أنت بتختبره في حياتك في نهاية اليوم، أشكر الله على نعمة الحياة اللي عشتها، على نعمة الطعام اللي أكلته، على نعمة حضور أهلك، على نعمة إخوانك، على كل إشي حلو في حياتك، على صحتك، كل هاي الأمور اشكر ربنا عليها. وغمض هيك عيونك وافحص ضميرك، اطلب نعمة الروح القدس واختبر نفسك إيش الأشياء الحلوة اللي عملتها وإيش الأشياء اللي كانت سببت لك بالوقوع في الخطيئة. من هون اللي بدي احكي لكم اياه، ممكن بعد فحص الضمير تكتشف انك عملت خطايا معينه، والخطيه هي اما مخالفه لاحد وصايا الله العشر، او تنقيص في المحبه، اهمال، انك اذيت شخص معين ونقصت من محبتك تجاه هذا الاخر. من هون راح تحضر حالك انك تتوجه لكرسي الاعتراف. اذا هلا بدنا ناخذ كيف احضر نفسي للاعتراف. ركزوا معي، أول نقطة حكينا عنها طلب إلهامات الروح القدس والصلاة له، تانية فحص الضمير، الثالثة الإقرار بالخطايا، بتتم لما تتوجه للكاهن وتركع في كرسي الاعتراف في الكنيسة وتصلي بيدك على وجهك وتقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سامحني يا أبتي لأني خاطئ، أو اغفر لي يا أبتي لأني خاطئ. وقتها الكاهن بقول لك احكي يا ابني خطاياك، فبتبلش تحكي الأمور اللي شعرت فيها، اللي حكينا عنها خطايا بالنسبة لك في حياتك. وهون إذا نسيت خطية مش محسوبة، يعني ربنا ما رح يحسبها لإلك إنك نسيتها، بس من المهم إنك تحاول لما تكون فاحص ضميرك صح ما تنسى خطية معينة لحتى تتحرر من كل الخطايا اللي ارتكبتها. إذا
لما تبلش تحكي خطاياك، ساعتها الكاهن لما يسمعك بيعطيك نصائح، بيعطيك إرشادات، وبيعطيك صلاة بسميها القانون، بيعطيك صلاة معينة تصليها بس تخلص من الاعتراف. وفي هاي اللحظات بعد الإرشاد وبعد إعطائك الصلاة، راح الأبونا يحط إيده فوق رأسك ويعطيك إشي اسمه الحلة. شو هي الحلة؟ الحلة إنه الله بيغفر لك من خلال الكاهن. بيقول الكاهن هاي الجملة الرائعة: وأنا أحلك من جميع خطاياك باسم الآب والابن والروح القدس. في هاي اللحظة الله نفسه غفر لك من خلال السلطة اللي أعطاها للكهنة لما حكى لهم: من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عنهم الغفران يمسك عنهم. إذن الكهنة لهم سلطة من يسوع المسيح نفسه حتى يحملوا لنا غفران الله باسم الكنيسة. في هاي اللحظات اللي انت تخيل انه ورقة كان فيها شوية سواد شوية غبار، راح كله وصارت الورقة كلها بيضاء، هيك صار قلبك، هيك صار قلبك كله أبيض، لأنه الله فعلا غفر لك. مشان هيك لما تطلع من كرسي الاعتراف بدك تركع في الكنيسة وتصلي الصلاة اللي أعطاك إياها الكاهن، بالإضافة لصلواتك الخاصة وقراراتك أنت، إنك زي ما حكينا تتذكروا القلب اللي حكيناه، إنك تنمي قلبك بهاي الأعمال الصالحة، وتضل دائما متذكر إنه لحتى تبعد عن الخطيئة حط دائما مكانها الفضيلة. وكل خطيئة أنت عملتها هلأ بعد كرسي الاعتراف فعلا الله غفر لك اياها، بطلت موجوده في حياتك، لا تشغل بالك فيها. وفي حاله رجعت اخطات، هون اسمه مسيره الجهاد الروحي، المسيره الروحيه انه انا اعرف انه الله دائما بيغفر لي، والله بيعرف قلبي، واني انا دائما بحاول احط الامور الكويسه في حياتي في قلبي وفي علاقاتي مع الاخرين، وبرجع بتقدم لكرسي الاعتراف. تمام. اذا في البدايه اخذنا عن فحص الضمير، وعرفنا كيف طريقة مبسطة أفحص فيها ضميري، وطريقة مبسطة حتى أربي في نفسي عقلية إنجيلية بتحب الله والآخرين، وعرفنا كيف أتقدم لكرسي الاعتراف. طبعا في نقطة، لما تخلص الاعتراف قبل ما تطلع من عند الكاهن بقول لك الآن اذهب بسلام، بتقول له شكرا يا أبتي، بتطلع من كرسي الاعتراف تركع في الكنيسة وبتصلي الصلاة اللي حكى لك ياها الكاهن واللي أنت كمان محضرها في قلبك. قبل ما أنهي رح أعمل معكم مسابقة بسيطة بتخص موضوعنا اللقاء القادم، اللي هو عن القداس الإلهي وأقسامه وأهميته في حياتنا. رح أسألكم 3 أسئلة، وأول شخص بجاوبني على 3 أسئلة بالمسنجر سيستر فاتن إله مني جائزة دينية بسيطة. 3 أسئلة هدول: أول سؤال، ما معنى كلمة هللويا؟ تاني، ما معنى كلمة كيريا ليسون؟ ثالث، ما معنى كلمة آمين؟ لحتى نفهم شوي أكثر هاي المعاني والكلمات اللي بنرددها خلال حياتنا وخلال القداس الإلهي بالذات. تمام؟ وقبل ما أنهي أيضا راح تشوفوا عندكم موجود صلاة الصباح وصلاة المساء لحتى أنت تبلش تمارسها، مش ضروري تحفظها مباشرة، اكتبها على ورقة على كرتونة ودائما خليها عندك في الغرفة لحتى بس تصحى من النوم تصلي الصلاة، وقبل ما تنام تصلي صلاة المساء، وهيك شوي شوي تتعود على هاي الصلاة وبتحفظها. بتمنى منكم تعملوا اللي حكيت لكم إياه، وإن شاء الله بشوفكم في اللقاء القادم. سلام المسيح معكم جميعاً.